السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. الحلقة دي تعتبر من حلقات الدردشة، هنتكلم فيها عن قوانين اليوتيوب. الحلقة دي مهمة جدا لكل الناس اللي عندها قناة يوتيوب أو كل الناس اللي هتبدأ قناة يوتيوب. لكن بدل ما أنا هقعد أتكلم عن القوانين قانون وده هيبقى ممل جدا لبعض الناس، فأنا هتكلم النهاردة عن أهم 3 مشاكل بتقابل كل يوتيوبر أو كل واحد عنده قناة على اليوتيوب في بداية مسيرته. الـ3 مشاكل إيه هما؟ هو مشكلة قلة المشاهدات ومشكلة قلة الأرباح ومشكلة قلة المشتركين. طبعا المشاكل دي هنتكلم عليها بالنسبة لقوانين اليوتيوب الجديدة. تمام، أول حاجة لازم نعرفها إن اللي بيتحكم في قانون اليوتيوب أو قوانين اليوتيوب، مين اللي بيتحكم فيها؟ هي إدارة اليوتيوب والمعلن. طب ليه المعلن بيتحكم فيها؟ المعلن هو ده اللي بيمشي العملية كلها. من غير المعلن هو عضو أساسي في اليوتيوب أو عضو أساسي في دايرة اليوتيوب. بالمعنى ده يعني إيه هي دايرة اليوتيوب؟ دايرة اليوتيوب اللي هو يوتيوب كإدارة وادسنس وانت كصانع محتوى والمعلن، هي دي دايرة اليوتيوب. فالمعلن هو عضو اساسي في الدايرة دي، ما ينفعش من غير المعلن مفيش حاجة اسمها يوتيوب. تمام، فانت محتاج جدا المعلن، فالمعلن له رأي اساسي في قوانين اليوتيوب. المشكلة هنا مش في ان المعلن بيحط قوانين في اليوتيوب، لا، المشكلة في ان المعلن فعلا بدأ يزود في قوانين اليوتيوب بشكل غريب. لو تفتكروا يا جماعة مشكلة انقطاع الإعلانات عن فيديوهاتنا على اليوتيوب، لو تفتكروا المشكلة اللي قابلناها كلنا، كل اليوتيوبرز العرب تقريبا قابلوا المشكلة دي. لكن المعلنين لما رجعوا فعلا بقوانين تانية، رجعوا المعلنين بشروطهم. بالمعنى ده يعني المعلن رجع، أنا عندي شرط إن أنا هضيف قانون يوتيوب اسمه كذا كذا، القانون ده هيعمل كذا كذا كذا. ده طبعا ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. طبعا خلينا نخش على طول في أول مشكلة بتقابلنا، وهي سبب قلة المشاهدات بالنسبة لقوانين اليوتيوب الجديدة. قلة المشاهدات في البداية في 3 مراحل احنا مرينا بيهم او بنمر بيهم او هنمر بيهم او على الاقل مرينا بمرحلتين منهم. تمام، هنبدأ كده بأول مرحلة. في البداية خالص لما كنا عندنا قناة يوتيوب، في البداية خالص قبل ما نفهم اي حاجة، كنا بنرص الكلمات المفتاحية اي كلام وخلاص، يعني اي كلمات مفتاحية بنكتبها وخلاص. زي مثلا لو في مباراة مثلا بين منتخب مصر وغانا مثلا، فانت هتكتب مباراة وتضغط انتر، ادي دي كلمة مفتاحية، مصر انتر، غانا انتر، بس مباشر انتر، مش عارف ايه كده، اهداف انتر، هي دي كلمة مفتاحية اللي كنا نكتبها بشكل ارتجالي، كلمة مفتاحية اي كلام، اصلا ممكن يا اما تضرب معاك مشاهدات عالية جدا يا اما اصلا ما تجيبش مشاهدات خالص. تمام، دي طبعا كنا بنواجهها، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا بنواجهها. حليناها ازاي؟ حليناها بكيوردز بلانر، حليناها بلاش بكيوردز بلانر، حليناها على ان في مواقع بتعرفنا ان هنا في كلمة مفتاحية في ناس بتبحث عنها، كلمة مفتاحية لها علاقة بالربح، كلمة مفتاحية لها علاقة بالاستهداف المشاهدات، واتكلمت عن ده في اكتر من حلقة وبشيء من التفصيل. يبقى احنا تطورنا شوية وبدأنا في عمل استراتيجيات، استراتيجية لاستهداف الربح واستراتيجية لاستهداف المشاهدات. المرحلة الثالثة وهي مرحلة القوانين الجديدة. للأسف يا شباب، زي ما في قناة ماتريكس 219 أستاذ محمود إدريس كان قال قبل كده في بوست من البوستات على الفيسبوك، إن بعد كده لما تكون عايز تجيب مشاهدات كويسة في اليوتيوب أو تكون عايز تربح من اليوتيوب بشكل كويس، في قوانين اليوتيوب الجديدة تنبأ بإن فعلا أنت لازم تكون بتفهم في حاجة اسمها السيو. طبعا كلنا عارفين السيو واتكلمنا عنه في أكتر من حلقة قبل كده، ولكن طبعا ده كان سيو المواقع وسيو حاجات تانية، لكن ما اتكلمناش عن سيو اليوتيوب زي ما اتكلمنا عن سيو المواقع. سير يوتيوب حاجة وسير مواقع حاجة تانية خالص. المشكلة هنا شباب انك لازم تكون فعلا على قدر كبير من الفهم في السيو عشان تقدر فعلا تجيب مشاهدات كويسة والاستهداف بتاعك يجي بالظبط زي ما انت عايز، وتقدر تستهدف الناس اللي انت عايزها بالظبط. تمام، يعني مثلا انت بتتكلم في الاندرويد، فانت مش لازم عشان انت هتتكلم في الاندرويد وده مجال في ناس كتير بتتكلم فيه ومجال ناس كتير بتبحث عنه، مش معنى كده انت هتبقى ترند وان انت الناس هتشوفك. انا هحب اقولك ان ده هيبقى من 9 المستحيلات ان ده يحصل. ده طبعا بسبب قوانين اليوتيوب الجديده. انا ما عنديش حل لحد دلوقتي، انا لسه طبعا ماليش قوي في السيو اليوتيوب الجديد اللي هو اللي فعلا انا متوقعش ان انا في يوم من الايام هحتاج ان انا اتعلم سيو اليوتيوب. انا كنت في الاول طبعا بستهدف عن طريق الربح والمشاهدات زي ما انا وريتكم في الفيديوهات اللي انا شرحت لكم فيها الموضوع ده، ولكن ما توقعتش موضوع سيو اليوتيوب ده ابدا. فان شاء الله باذن الله باذن الله في حلقة ان شاء الله قريبة هتعلم موضوع السيو ده كويس بشيء كده من السهولة، يعني هحاول كده اتعلمها بسهولة وبإذن الله هشرحها لكم بالتفصيل بإذن الله، وهحاول طبعا اعمل استراتيجيات عليها بحيث ان انا اوصل لنتيجة كويسة ومرضية، فاشرحها لكم بإذن الله بالتفصيل ان شاء الله. تمام، بس انت قول يا رب. يبقى كده هي دي مشكلة قلة المشاهدات. في البداية كنا بنرص كلمات مفتاحية بشكل ارتجالي، بعد كده بقى عندنا استراتيجية بنرص بيها كلمات مفتاحية بشكل استراتيجية.
يعني حاجه فاهمين احنا بنعمل ايه، استراتيجيتنا بقى احنا فاهمين احنا بنعمل ايه. تالت حاجه هي المرحله التالته اللي احنا فعلا مش فاهمين احنا هنعمل ايه. لكن خليك على المرحله التانيه، خليك على مرحله الاستراتيجيه بتاعتك، هتمشي معاك حبه اه وحبه لا، ولكن هي دي اللي قدامك في الوقت الحالي. زي ما انت شايف مشاهداتي ساعات بتجيب 1000، ساعات بتجيب 400، ساعات بتجيب 800، كانت في الاول بتجيب 2000 واللي جابت 4000، ودلوقتي بتجيب 300. فالموضوع ما عادش قوي بسبب قوانين اليوتيوب الجديده. تمام، مش هطول عليكم اكتر من كده في النقطه دي. فقله المشاهدات احنا كده اتكلمنا فيها بشيء من التفصيل، وقلت لكم المشكله دي علاقتها ايه بقوانين اليوتيوب. تعال نروح للمشكله التانيه وهي قله الارباح. قله الارباح، قله الارباح دي هي اكتر حاجه بتعتمد على قوانين اليوتيوب. تمام، او قوانين المعلنين في اليوتيوب. المعلن اكتر حاجه بيهمه مش هيهمه مشاهدات الفيديو او يهمه اي حاجه غير الارباح، ارباحك انت كصانع محتوى. انت بتكسب مني انا كام، انا كمعلن انت بتكسب مني كام. تمام، انت مش هتكسب اكتر من حقك، او مش هتكسب اكتر من اللي انا محدده. نرجع بقى كده للمشاهدات، موضوع كيوردز بلانر، موضوع انك تستهدف ارباح اتلغى. طبعا في صدمه كبيره للناس دلوقتي، الموضوع اتلغى بشكل مش كبير قوي. انا هفهمك الموضوع بالتفصيل دلوقتي يا جماعه. لما يكون مثلا انت بتستهدف، انت مثلا محتواك تقني زي انا كده، تمام، دلوقتي انا نشرت فيديو، الفيديو ده بدل ما يبقى عليه 10 اعلانات وكل اعلان مختلف، يعني مش المقصود ال 10 اعلانات الفيديو، لا، يعني انت كل ما تبدا الفيديو مره ثانيه يظهر لك اعلان مختلف. مثلا الفيديو فيه 10 اعلانات، يبقى كل اعلان هيبقى مختلف، فكل اعلان ليه سعر مختلف. اما دلوقتي الفيديو ما عادش ليه 10 اعلانات، او ما عادش فيه 10 اعلانات اصلا. فيديو في المجال التقني بقى فيه اعلانين او ثلاث اعلانات بالكتير. اتمنى تكون فهمتوا الموضوع ده. اللي اقصده ان دلوقتي يا جماعه ما عادش موضوع اكتر من اعلان، وانك تستهدف كلمه مفتاحيه او تستهدف كلمات مفتاحيه لها فلوس كتير، او تستهدف الربح في كلمات مفتاحيه، ده هيجيب لك فلوس كويس، ولكن مش هيجيب لك زي الاول. الفيديو الواحد مش هيجيب لك 20 دولار او 30 دولار لو جايب ال 100,000 مشاهده، او 10,000 مشاهده، او 20,000 مشاهده، لو كنت طبعا كل ده بيعتمد على الاستهداف. يعني ممكن 10,000 مشاهده يجيب لك 30 دولار و50 دولار و100 دولار كمان، تمام، ولكن كل ده بيعتمد على الاستهداف. لكن دلوقتي في قناه اليوتيوب الجديده الموضوع اختلف تماما. دلوقتي بدل ما كان في اعلانات انت بتقدر تستهدف الاعلان ده، اعلان الف او اعلان باء، اعلان باء ده ب 10 دولار لكل 1000، واعلان الف ب 10 سنت لكل 1000. انت دلوقتي ما عندكش تقدر تستهدف واحد فيهم، انت بيظهر لك الاعلانين عندك، اعلان ل 10 دولار واعلان الى 10 سنت، وانت وحظك. الموضوع بقى بالشكل ده. انا عارف ان دي صدمه كبيره للناس اللي كانت بتعتمد على الموضوع ده في اليوتيوب، ولكن للاسف المعلنين فعلا زودوها شويه في الموضوع ده. ان انت ما عندكش تقدر تتحكم في ارباحك، ما عندكش تقدر تتحكم في الحاجات دي غير بالسيو الصح 100% اللي انا قلت عليه في المشاهدات. تمام، هو ده الحاجه الوحيده تقدر تتحكم في الارباح منها. من غير السيو هيبقى صعب جدا تتحكم في الارباح، وده انا لاحظته في ارباحي في اليوتيوب في الوقت الحالي. فعلا ارباحي بقت غريبه جدا. تمام، مره مثلا اطلع لحد 90 سنت، ومره اوصل لدولار، وبعد كده انزل ل 10 سنت و5 سنت، وكل نقره بتساوي 1 سنت، وفجاه الاقي كل نقره بتساوي 6 سنت و7 سنت. الموضوع بقى غريب جدا. تمام، ان شاء الله برضو اول ما اوصل لاستراتيجيه موثوقه ان شاء الله هنزلها باذن الله. المقصود يا جماعه من قله الارباح، ملخص سريع، ان دلوقتي ما عادش في اعلانات زي الاول. اعلانات في الاول كنت مثلا بتلاقي 5 6 اعلانات على الفيديو بتاعك، كل اعلان ليه سعر معين، فانت لما بتستهدف كلمات مفتاحيه لها علاقه بالربح او بتستهدف ربح، فبالتالي الاعلانات اللي ليها ربح عالي بتظهر لك او بتكون لها الاولويه في الظهور. لكن دلوقتي الموضوع ده اختلف تماما، ما عادش في الموضوع ده. دلوقتي بقى في اعلانين او 3 اعلانات بالكتير، كل اعلان فيهم اصلا رخيص، كل اعلان فلوسه قليله، فانت كده كده مهما ظهر من اعلانات فانت كده كده مش هتكسب فلوس كويس. تمام، غير طبعا في المحتويات اللي فعلا لحد دلوقتي ليها جمهورها او ليها معلنينها، زي مثلا محتوى الطبخ من اكتر المحتويات اللي ليها اللي بيكسبوا فلوس كويسه منها. طبعا مش بوري يعني على الناس، ولكن يعني ده من اكتر المحتويات اللي فعلا فلوسها كويسه، زي المحتوى بتاع الكوره، زي محتوى الاندرويد والهواتف، ده برده من المحتويات اللي ليها اعلانات كويسه. هو ده طبعا المقصود من قله الارباح وعلاقتها بقوانين اليوتيوب الجديده. اخر حاجه معانا النهارده وهي برده ليها علاقه بقوانين اليوتيوب، وهي قله المشتركين. قله المشتركين وهو كله يربط احزمه الامان، ده بسبب حمله شديده جدا من ابطال اليوتيوب، او برنامج ابطال اليوتيوب كنا اتكلمنا عنه قبل كده، برنامج اللي بيقفل قنوات اليوتيوب. مثال حي على الموضوع ده لو تفتكروا يا جماعه في الحلقه اللي فاتت، كل الناس تفتكر، هتلاقي هنا مكتوب في عدد سبسكرايبرز اللي عندي، هتلاقي مكتوب 2679 او 80 حاجه كده. تمام،
لكن دلوقتي زي ما انت شايف 2662، وكان امبارح 2630. وصل ازاي للرقم ده؟ بسبب ان انا امبارح فوجئت وصعقت بان 50 مشترك عندي اكونتاتهم اتقفلت من اليوتيوب. واتاكدت ساعتها، انا طبعا كنت عارف ان في حمله في اليوتيوب، ولكن اتاكدت ان الحمله فعلا بدات من يومين، وبدات فعلا قفل الاكونتات في اليوتيوب. يعني يا ريت يا جماعه كل الناس اللي عندها مخالفات في اليوتيوب، اللي عندها مخالفتين واللي استلها مخالفه، او الناس اللي ما خالفتش اليوتيوب ولكن بتخالف اليوتيوب في الوقت الحالي، يعني ما عندهاش مخالفات ولكن بتخالف اليوتيوب، برنامج الابطال ما بيرحمش. برنامج الابطال فعلا لو عندك مخالفه شديده هيقفل لك القناه بشكل مباشر، بالذات لو قناتك ما فيهاش غير 2000 مشترك، 5000 مشترك، 10000 مشترك. اكتر من كده ممكن ساعتها يستأذنك او يديك انذار، لكن دلوقتي قناتك فيها 2000، 5000، 10000، فعلا القناه ممكن تتقفل في ثانيه، تمام؟ ومحدش هيسال عن القناه ولا هتعرف ترجعها، بالذات في برنامج الابطال. تمام يا شباب، اتمنى بس تكونوا فهمتوا النقطه دي. طبعا ده ايه علاقته بقى بالمعلن، او ايه علاقته بقانون اليوتيوب؟ على فكره يا جماعه برضو المعلنين هم اللي حاطين قانون ال 10000 مشاهد عشان توصل للرانك اللي بتاعك اللي هتبدا فعلا تحقق منه ارباح في اليوتيوب، والحاجات دي كلها المعلن هو اللي حاططها، بسبب طبعا انه كان بيتسحب منه فلوس كتير جدا وبيخسر فلوس كتير جدا بسبب الناس اللي بتسرق محتوى ناس تانية. تمام، الموضوع طبعا ده قل بشكل كبير جدا في اليوتيوب بعد الحركه دي، وبعد اللي بيعمله برنامج الابطال اللي ما بيلاقي محتوى متشابه بيمسحه بشكل مباشر، طبعا بيسيب المحتوى اللي منشور في الاول. تمام، وده انا استخدمت الموضوع ده في اكتر من الناس سرقت المحتوى بتاعي، يعني سرقت المحتوى بتاعي بصوتي بكل حاجه، وكان بيقول لي ان ده صوته، يعني كان الموضوع مستفز جدا يعني. بس هو ده كان كل حاجه بس عايز اقولها لكم في الحلقه دي. اتمنى كل الناس تاخد بالها من كل كلمه انا قلتها في الحلقه دي، كل حاجه انا قلتها كانت مهمه جدا يا جماعه في الحلقه دي. اتمنى تعملوا شير للحلقه دي بسبب الناس كلها تعرف قوانين اليوتيوب الجديده وايه المشاكل اللي هتقابلك لو بدات في اليوتيوب. الناس اللي عندي او الناس اللي بنعمل لها دعم في دعم قناه اليوتيوب، اتمنى تركز في الموضوع ده وتعمل شير للحلقه دي عشان توصل للناس كلها اللي عندها قناه يوتيوب. ده مهم جدا طبعا عشان انك تساعدهم زي ما احنا بنساعدك. وانا بشكرك لو انت مشترك في القناه وبتشوف الفيديو ده دلوقتي، ولو انت مش مشترك في القناه وهتشترك في القناه احب اقول لك ان احنا هنبقى سعيدين جدا بان احنا نتشرف بحضرتك معانا في القناه. كان معاك مصطفى من قناه مستر بونتك. شوف الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.